مرحبا. حلقة نبض بيروت لليوم مختلفة نوعا ما عن غيرها من الحلقات اللي كنا نحكي فيها عن الميدانيات وما يحصل في جنوب لبنان وأيضا بالمشهد السياسي، ولكن يلي رح نحكي عنه اليوم هو هم العسكريين المتقاعدين وهم موظفي الإدارات العامة، هو هم أساسي وهو يعكس يعني الواقع يلي عم نعيشه والأزمات يلي عم نعيشها بغض النظر عن المشهد السياسي السلبي، هناك سلبيات أخرى. ضيفنا اليوم بنبض بيروت العميد المتقاعد أندري بومعشر، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. رح نكون كمان مع بجزء من هذه الحلقة مع السيدة نوال نصر تنحكي كمان عن موظفي الإدارة العامة، شفناكم بتحركات كنتوا سبب لمنع عقد جلسة لمجلس الوزراء كان بدها تبحث من خارج جدول الأعمال بحسب ما قال رئيس حكومة تصريف الأعمال بالمواضيع يلي أنتوا عم تعانوا منها وعم بتعلوا الصوت كرمالها. خلينا بالأول عميد نحكي شو مطلبكم كعسكريين متقاعدين، عم تاخدوا حقوقكم؟ نحن عم نطالب بالعدالة والمساواة والحد الأدنى بالعيش الكريم، وأولا بدي بلش بتوجيه تحية لكل عائلات العسكر بالخدمة الفعلية ولكل الموظفين وكل المتقاعدين اللي تحركوا معنا لنعلي الصوت ولنوضح أنه القضية قضيتنا هي قضية كل موظف وكل عسكري وكل متقاعد. ليس صحيح انه المتقاعدين عم يطالبوا بتمييز حالهم او بحق لهم او ما بحق لهم. نحن بكل تحرك سمعتوا هذا الشيء، يعني البعض وضعكم بمواجهه بينكم وبين بعض موظفي القطاع العام، بينكم وبين موظفي وزاره الماليه، يعني للاسف صار في هذا الكلام انه انتم عم تحرمون من بعض حقوقهم. نحن حريصين على الامن الاجتماعي والأمن العسكري والأمن الوطني لكل المعنيين، وبالتالي نحن لما بنقول اليوم نحن حريصين أنه ما تعطينا الدولة تشيكات من دون رصيد مثل ما صار بال2017، عملوا سلسلة الرتب والرواتب بوقتها وقفنا وقلنا يا جماعة هذه السلسلة ستؤدي إلى الهاوية، اعتمدوا مبادئ وحدة معايير وحدة، جزءوا السلسلة على سنتين ثلاثة يمكن ما كنا وصلنا لهون. هلأ اليوم نحن عم نرجع نواجه نفس المعضلة وما نفس المشكلة، وللأسف تحاول السلطة أنه تظهر أنه الخلاف ما بين الموظف والمتقاعد، وهذا ليس صحيح. حتى الأسبوع الماضي شفنا أنه الإشكالية هي ما بين بعض موظفي الإدارات وبعض موظفي الإدارات الأخرى اللي ما قدروا حصلوا على الحوافز الإنتاجية اللي قبضوها موظفي وزارة المالية والقصر الجمهوري وغيرهم، قبضوا 700 دولار كل موظف، بينما موظفي باقي الإدارات اللي هي مثل العمل الأشغال الزراعة ما قبضوا شيء. وبالتالي ليس صحيح أنه العسكري المتقاعد هو الوحيد المغبون، كل الموظفين بالقطاع العام هم مغبونون. شفنا اصلا صار في كمان اضرابات ببعض، واصل الاشكاليه منطلقه من انه في قطاعات ضمن الدوله اليوم تتقاضى بالفرش دولار، معاشاتها خياليه، نظام المعاشات تبعهم يختلف كليا عن نظام اللي بيتقاضوه باقي الموظفين. يعني اعطي على سبيل المثال بالامس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طلع تعميم انه هو رح يعدل طريقة توزيع المعاشات ضمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحيث انه الحد الادنى ببلش بال 500 لل 770 دولار. هلا نجي بنقول انه هالقيمة هاي بحد ذاتها هي غير كافية لواحد يعيش. انا بدي احكي انه هيدا حق لهم بالتأكيد للموظفين، يعني حق لكل موظف إن كان بالسلك العسكري متقاعد أو مش متقاعد بالخدمة الفعلية أنه هاي أبسط الحقوق يلي ممكن يحصلوا عليها، بس المشكلة أنه ما في عدالة ومساواة بتوزيع هذه مش بس ما في عدالة، ما في رؤية، ما في رجال دولة عم تقعد وتخطط لخطة التعافي. نحن بهمنا خطة التعافي قبل المعاشات، بهمنا نحافظ على سعر الصرف يضل محافظ على معاشه، أنا ما بهمني اليوم إذا عطاني زودة وبكرة وصار الدولار 150,000. الحل بده يجي من ضمن خطة للتعافي وخطة للتصحيح المتدرج للأجور بشكل أنه الاعتمادات اللي بدها تتوزع تبقى ضمن سقف الاعتمادات المرصودة ضمن الموازنة ولا تتخطى سقف اللي بيحدده مصرف لبنان لقدرته على السيطرة على سعر الصرف، وبالتالي نحن بنكون شاركنا بأنه حسننا الرواتب من دون ما نعمل تأثير أي تأثير سلبي على الميزانية العامة. رح نفند بالأرقام عميد كل المطالب يلي عم تحكوا فيها ويلي معتبرينها أنه هي ممكن وسهل تحقيقها بس ما لقيتوا أذان من قبل حكومة تصريف الأعمال. بدي أرجع لنهار الجلسة يلي كان مفروض تنعقد وكنتوا
انتوا على الارض ومنعتوا عقدها. كان في محاوله قبل بمره كمان، ولكن دخلوا الوزراء وعقدت الجلسه الشهيره يلي صار فيها تعيين لرئيس الاركان. نهار الجمعه كان في جلسه، ما خليتوا عدد من الوزراء يوصل، وبالتالي طلع رئيس حكومه تصريف الاعمال وقال انه رح ياجل، لم يحدد اول شيء موعد. هذا الشيء استهجنتوه كمان حضرتكم انه، ولم يطرح اي يمكن اجتماع طارئ لمعالجه هذه المواضيع. كان بس كان في مثل تحرك انه طلب من وزير الماليه يوقف هذه الحوافز. كمان كان في رده فعل من قبل المعنيين واول موظفي وزاره الماليه. عم تضحك عميد لانه هي سلسله، صحيح؟ هي سلسله للاسف. خلينا نحكي شوي عن نهار الجمعة. يعني حضرتك دايما مشارك على الأرض، يلي العسكريين الموجودين معك على الأرض شو عم بيقولوا وقت يشوفوا؟ ما بعرف إذا في أولى أنتم بتعتبروها ما عم يسمعوا لكم صوتكم، أو في شو بتعتبروا يلي عم بصير؟ يعني إجحاف بحقكم وبحق الموظفين الآخرين؟ في محاولة من السلطة لكسر إرادة العسكريين المتقاعدين، وهذه نحن رفضناها وأثبتنا أنه نحن اليوم متضامنين ورفعنا الصوت وكلنا سوا مجموعين عم نرفض هالسياسات هذه. قد يكون قضية العسكريين المتقاعدين عم تعري السلطة أو المنظومة بأداء الملتبس. يعني حضرتك حكيتي وفي أكثر من نقطة، صحيح. ممكن نحكي إذا بلش حصرا بالتصريح اللي عمله دولة الرئيس وقال انه نحن اجلنا الجلسة، وقبل ساعتين من قرار انعقاد الجلسة، يعني ما اجى اي وزير وحاول الدخول وصار في مواجهة نحن وياها، ما صارت. بس كانوا عارفين وشايفين وحاسين الغضب بنظرات العسكريين المتقاعدين انه اللي صار بالجلسة اللي قبل ما كانوا رح يسمحوا انه يصير بهالجلسة. نسمع دولة الرئيس بيقول انه سبب التأخير هو لانه سبب عدم انعقاد الجلسة هو بسبب موقف العسكريين المتقاعدين، وبيحملوا المسؤولية انه نحن ما قادرين الا نقدم حل ضمن سقف الانفاق وضمن الاعتمادات اللي هي ضمن الموازنة. نحن اصلا ما طرحنا شيء خارج سقف الانفاق او يتخطى الاعتماد، انما الخطير بالموضوع ولازم نضوي عليه ولازم الشعب اللبناني يسمعه اللي قاله دولة الرئيس خطير جدا، بحال انه قال اذا المالية بتكفي الاضراب لن يكون هناك معاشات اخر الشهر، وعم بيحمل العسكر المتقاعد المسؤولية. هذا تصريح خطير جدا. نحن كنا بنتمنى، واليوم من خلال محطتكم الكريمة من ناشد دولة الرئيس بنقول له يا دولة الرئيس اليوم ادعي اللجنة الوزارية للاجتماع باجتماعات مفتوحة، وما بتعلق اجتماعاتها إلا ما تطرح تخرج بحل منطقي عقلاني موضوعي بيحفظ حق هالناس اللي على الأرض وهالناس اللي معترة وجوعانة وبيحافظ على المالية العامة. للأسف لم يدعو الرئيس بيقاتي إلى اللجنة الوزارية للإنعقاد، وبالتالي نحن اليوم نسأل ما هو المطروح على الطاولة اليوم؟ ما هو المشروع لحل الأزمة بين أنه استمرار المالية بالإضراب واحتمال عدم دفع الرواتب واستمرار أو نتائج عدم دفع الرواتب على الأمن الاجتماعي وعلى الأمن العسكري بظل التهديدات اللي عم نشوفها؟ يا جماعة نحن بحالة حرب، ارتقوا إلى مستوى المسؤولية وطلعوا بحلول، اشترحوا حلول توفر علينا نحن التدهور بالأمن، لأنه الأمن قبل الاقتصاد والأمن الاجتماعي تبع المواطنين هو يوازي أمن كل الوطن. هذا بدي أسألك عنه عميد. يعني البعض قرأ بكلام رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي نوع من تهديد أو أنه ضغط عليكم بطريقة غير مباشرة أنه أنتوا رح تتحملوا مسؤولية أنه ما ينقبضوا معاشات الموظفين القطاع العام والمتقاعدين. حملكم كأنه هذه المسؤولية أنه وقفوا ونحن اللي فينا عم نعمله. نحن بنرفض هالأسلوب، هيدا الهروب إلى الأمام أو تحميل المسؤولية للناس اللي هي أصحاب حق. شو مطلوب منا نحن نعمل؟ نقول إنه والله خلص اللي بتقدموه فتات للعسكر المتقاعد لازم يقبل فيه. ما قدمتوا أي طرح جدي، ما شفنا نحن اليوم على الطاولة أي مرسوم بيقول إنه هيك رح تصرف الأموال، هيك رح تصرف الاعتماد. كل اللي شفناه اكتشفنا إنه في مرسوم بقيمة 34,000 مليار بلش يوزعون على حالهم. يعني دولة الرئيس كيف بيقبل انه هو يعطي موظفين القصر الحكومي زيادة $700 كل شهر، بينما العسكري اللي بيقبض $120 عم بيموت من الجوع، ما معه حق ربطة الخبز، ما معه حق تانكة المازوت.
وهيدي كانت هاي المساعدة. يعني ليش أضربت المالية؟ المالية أضربت لأنه كان مقرر هالدفعة اللي قبضوها $700 كان مقرر يتقاضوها كل أسبوع على 8 أسابيع، يقبضوا كل أسبوع $700، لهيك أضربوا، لأنه هنو كان موعودين أنه ياخدوا هالقيمة هذه. وهون السؤال اليوم لنحكي عن موضوع بدل الإنتاجية يلي هي العبارة الملتبسة. يعني إذا بقول أنا اليوم بدي أدفع بدل إنتاجية للموظف ليجي على الشغل ويطلع مصاري ويجيب إنتاجية، يا خي ما هذا بينت إنه نهار الثلاثة دفعنا لموظفين المالية $700 بدل إنتاجية، وأضرب نهار الأربعة. عن أي إنتاجية عم نحكي؟ يعني لما بنقول إنه إحنا بنعطي بدل إنتاجية، يا خي أنت ضامن إنه هالبدل الإنتاجية رح يعطي لنا الرود اللي أنت متوقعه؟ عموما نحن سألنا سؤال، خلي الدولة تعطينا تقدير للإنتاجية أو المردود لبدل الإنتاجية. يعني إحنا بنقول اليوم الإيرادات تشمل والله شهرياً 1,000,000,000,000. طب إذا عطينا بدل إنتاجية هل رح تصير 2,000,000,000,000 أو 3,000,000,000,000؟ رح ناخد بالمقابل يلي عم نطمح له؟ أكيد لا، لأنه هو عم يعطيه بدل إنتاجية ليجي هالموظف على الشغل. ما هو عم يجي على الشغل وجاي وتعبان وحالته عن جد حالته بالوال. لذلك بنقول نحن بنوجه من هون عبرك تحية لكل الموظفين، وأول موظفين هن موظفين المالية، وبخص بالذكر موظفي دائرة التقاعد اللي عليهم حمل جبال، ريت البين اللي وعم بيقوموا بواجباتهم على أكمل وجه. بنقول لهم وجه لهم تحية، بنقول لهم يا عمي نحن وياكم بخندق واحد، ما لا يجوز إنه أنتم تقبلوا إنه يستفردونا من خلالكم، ولا نحن رح نقبل انه يقللوا من قيمتكم او من عطاءاتكم او من دوركم او من تعبكم. هذا تفضل تفضل نعم تفضل. بدي ارجع لاساس المشكله. حكيت عن مرسوم بسلفه 34,000,000,000,000، قسم منكم عم يعتبر انه صار في تهريبه بهذا الموضوع، انه على اي اساس؟ لانه تواصلتوا مع بعض الوزراء وقال انه نحن مش عارفين بهذا الموضوع، يعني حتى في نواب مش عارفين انتو شو عم بتطالبوا، شو حقوقكم يلي عم تعلوا الصوت من كتير زمان كرمال توصلوا لحل. امتى وصلتوا لمشكل اكبر اليوم؟ فينا نقول يعني كنتوا عم بتطالبوا بحقوق، اليوم عم تطالبوا بحقوق ولاطينكم على مشكل اكبر. اذا فينا نقول فينا نبسط للعالم يلي عم تسمعنا شو يلي صار من القانون الاول، القانون الثاني 2024 لحتى انتوا اخذتوا قرار انه ما رح نخليكم تفوتوا على هالجلسه وبدكم تصلحوا هذا الخطا. للامانه اللي عمل الاشكاليه هو الوزير بيرم، اللي هو نحن ظهرنا الموضوع وظهرنا انه الخطا الفاضح اللي عملته وزاره الماليه بتوزيع بدل الانتاجيه. يعني هو دوالكم على هذا الموضوع، انما اللي عمل الاشكاليه الصحيحه هو الوزير بيرم، اللي هو طلب من رئيس مئاتي وقف الفوري لهالمرسوم، لانه هو وزير العمل. اولا هو يعني وزير العمل بيقول انه هو ما معه خبر. نحن نستغرب انه هو ما معه خبر، نحن بنصدقه انه معه خبر. اثنين بتصدقوا انه ما معه خبر؟ صح، بنصدقوا انه ما معه خبر. اثنين نحن لا نعفيه من المسؤوليه، ومع احترامنا وتقديرنا لشخصه الكريم اللي هو وزير معبى محله، نحن بنقدر له كل الاحترام. انما لما بنقول نحن المتقاعدين عسكريين متقاعدين عم نضوي على اداء السلطه، بصير الموضوع انه كيف تم تمرير مرسوم فيها الكم من الإشحاف والالتباس بكيفية الصرف ومين بيستفيد. لنحكي بالأساس، لما أقرت المساعدة الاجتماعية ب 2023 فورا الحكومة بتصدر مرسوم سلفة خزينة بقيمة 36,000,000,000 لتغطي المساعدة المقررة. بيّن مع الوقت أنه خلال الشهر الأول من 2024 بيبعتوا محاولة لتعديل المرسوم، بيقولوا فيه بالأسباب الموجبة، بيقولوا نحن حرصا منا على تأمين اعتمادات لاستمرار بدفع التعويضات خلال العام 2024 وفي ظل عدم إقرار الموازنة، بنتمنى من الحكومة تعدل المرسوم تبع السلفة 23 مددها للعمل 2024، وبالتالي نقدر نحن نأمن نستفيد من هذه السلفة، نأمن الأموال مشان تغطية السلفة. هذا موجب مقدسة، وأنا بعتقد أنه إذا قالوا للوزراء أنه هذا هو السبب الأساسي كلهم بيمضوا، ما في أي مشكلة. الخطورة وين؟
الخطورة أنه هو هذا التعديل تضمن تعديلين خطيرين لدرجة أنه هن اللي خلقوا الالتباس اليوم. بيقولوا هذا التعديل عدلنا مدة السلفي وعدلنا مين اللي بيستفيد مين المستفيد وكيفية تأدية السلفي. أول شيء كنا نحن نقول أنه اللي بيستفيدوا من هالسلفي 34 ألف مليار كل الموظفين والمتقاعدين، بيعدلوا هاي بتصير كل الموظفين والمتقاعدين وبعض الموظفين اللي هن بيعتبرون عم يعملوا زيادة انتاجية وتسيير المرفق العام. هيدي مقبولة، إنما الأخطر من هيك بيقول نحن كيف بدنا ندفع السلفي؟ بيعدلوا طريقة تأدية السلفي، بتصير تندفع السلفي وفقا لجداول اسمية بتصدر عن دائرة الصرفيات. يعني دائرة الصرفيات بتحدد مين بحق له يستفيد ومين ما بحق له يستفيد. دائرة الصرفيات بتحدد قدام بدها تعطي هالموظف قدام ما بدها تعطي. على اي اساس عميد؟ على الاستنسابيه حسب ما انتم حكيتوا. ما في مفتوحه قد تكون على الشكل او على الواسطه او على الرضا. يعني اليوم لما بيقولوا انه موظفين القصر الجمهوري هن منتجين اكثر من موظفي وزاره العمل، او انه موظفي ديره ديوان المحاسبه او التفتيش المركزي او مجلس الخدمه المدنيه، ليش نقيت هودي على اي اساس حددت انه هيدا بهذا الموضوع بالزيد؟ وعم بيهددنا دولة الرئيس، نقول له دولة الرئيس ما في مشكلة، انت طلبت من وزير المالية يوقف العمل بالمرسوم الانتاجي، فيك تقول له كفي، ما فيك تقول له كفي ومحلولة وخلي هالعالم تفوت ببعضها. مشكلة معنا رؤية، معنا حل، معنا رجال دولة عم تتعاطى بمسؤولية هالموضوع، وما عندنا حدا بيقدر عواقب هالسياسات الملتبسة. يعني اليوم إذا وصلنا آخر الشهر والعسكري المتقاعد ما قبض معاشه، شو بده يصير؟ بظل التهديد الأمني اليوم المتزايد. يعني بالعمق الضربات الإسرائيلية عم تهدد إلى حرب شاملة. اثنين، اليوم نحن عم نقول يا جماعة تروا، اعملوا خطة مرحلية متدرجة وفقا للاعتمادات، وما تروحوا أكثر من الاعتمادات، لأنه نحن ممكن نروح إلى وضع أمني غير مستقر، ممكن ما يساعد برفع الجبهية. بدك تعمل خطة، بدك تاخذ كل الاحتمالات، قول أنا اليوم بلش بعطي هالمجموعة هيدي هالحد الأدنى ليعيشوا ما يموتوا من الجوع. هذا الكل اللي عم نطلبه. أنا بدي أتوجه للمواطنين، كل قضيتنا يا جماعة الخير انه نحن هالعسكري المتقاعد ما يموت من الجوع. معاشه 120 دولار ما بكفيه، اللي بكفيه معاش 120 دولار يجي يقول انا بكفيني. نحن اليوم اقل من 450 دولار او 500 دولار، ما بيصير انه هالانسان تعرضه للذل او للتسول او ليشتغل اعمال قد تكون نحن كيف بينمى الارهاب؟ كيف تتنامى الارهاب؟ بتنامى الارهاب لما في خيبه، لما في فشل، لما في فقر بالمجتمعات. الفقر بيولد الى محلات، يعني انت بتصير الكلفه مضاعفه. اذا اليوم نحن عم نقول كلفه الرواتب والاجور 30 الف مليار، اذا صار في تهديد امني بتصير كلفتها 60 الف و70 الف. عم نحكي على مستوى الماكرو. ارتقوا الى اللحظه، وفي خيارات بسيطة جدا وقابلة للتطبيق، وهلا بنشرح نحكي عنها. الخيارات رح نتوقف مع اول فاصل للاعلان تنرجع ندخل بالخيارات، وحضرتكم شو طارحين وشو تلقيتوا عارض بالمقابل، لانه قيل عن بعض التسريبات الصحفية، ما بعرف، بس انه سمعنا عن انه في بعض القصص عطيوكم اياها كبديل وانتم ما وافقتوا عليها، وهي ممكن تكون احد الحلول. رح نرجع نشرحها بالتفصيل، بس نتوقف مع اول فاصل للاعلان ومتابع حلقتنا نبض بيروت. منتابع حلقه نبض بيروت مع العميد المتقاعد أندريه بومعشر. شو عرض عليكم؟ يعني نهار الجمعة عملتوا هذا التحرك أدى إلى عدم انعقاد مجلس الوزراء وقامت القيامة، وكان هناك نوع من أنه ما رح تخلوا العالم تقبض معاشاتها. بغض النظر، هل تم التواصل معكم بشكل رسمي بعد هذا الشيء اللي صار، أو قبل ما أنتوا، لأنه كنتوا قايلين أنه نحن رح ننزل على الشارع ورح نعمل هذه الخطوات التصاعدية؟ وشو عرض عليكم؟ يتم تسريب بعض الأمور أنه أعطيكم ضرب 4 من المعاشات تبعكم، او يمكن في 30% زياده 40% زياده، في كتير سيناريوهات ارقام سمعناها. شو صحتها؟ كلها تسريبات ملتبسه، ما تستند الى طرح جدي.
الاتصال الرسمي الوحيد اللي صار هو من قبل سعادة القاضي مكية اللي هو أمين عام مجلس الوزراء، اتصل باللجنة المسؤولة عن التواصل من قبل تجمع العسكريين المتقاعدين وقال لهم العرض المطروح هو 3 معاشات للرتب العليا، يعني نقول عمدة وضباط قاضي والأعوان، و4 معاشات لرتب الدنيا. وأكيد رفضنا هذا العرض لأنه هذا عرض مش مقبول، لأنه إذا بتقرشيه هذا العرض بس تقولي 4 معاشات للرتب الدنيا يلي هو متوسط 1,000,000 لنقول لـ1,000,000 أو 1,700,000، يعني أقل رتيب بيقبض لنقول بيقبض حوالي 1,000,000 ليرة، وأعلى رتيب مؤهل بيقبض حوالي 1,700,000. 4 × 1,000,000 بيطلع 4,000,000، يعني حوالي $50، والـ1,700,000 بيطلع 4 لنقول 3,000,000 بيطلع $12,000,000، يعني $120. من بين ما بين $50 أو $40 للـ120 هذا مش مقبول. نحن هذا الرقم ما بيوصلك للمحل اللي بيأمن الحد الأدنى الإنساني، وهذا هو مرتكز أساسي. يعني احنا كل الأجوبة طبعاً تنطلق من انه هذا هل يتوافق مع اللي نحن طالبينه. نحن طالبين حد أدنى، إذا بتأمن لي هالحد الأدنى بنبلش نحكي. هلأ من بعد هذا الاتصال ما جرى أي اتصال رسمي من قبل الحكومة بيقول نحن هذا العرض جدي، طبعاً تسريبات من هون ومن هون، حتى وقلنا كمان لم يدعو الرئيس مئاتي إلى لجنة وزارية، وكل ما عم يتم تسريبه بالأخبار هو مغلوط، لأنه لا يرتكز إلى أي مقاربة علمية. يعني بقول أنا ودي أوضح هون، يعني نحن معاشاتنا قبل 2019 كانت مقبولة، وإنه كان المعاش ممكن انه واحد يقول انه انا الحمد لله اذا بتعطيني بيكفي صحيح. 40% اذا بيدفع اليوم 40% من المعاشات اللي كانت قبل، ونحن نطمح الى اكثر من 40%، نحن بنقول هذا منطلق جيد للتفاوض ومنطلق يفترض انه يأمن العدالة والمساواة، ونقول انه نحن بدنا نروح فوق الـ40 نروح على الـ50 والـ60 بالتدرج. هذا الاساس اللي بتبلشوا تحكوا فيه، خليني أقول نحن يعني ممكن يكون مقبول هذا الطرح. هل الحكومة تقدم طرح جدي خطي؟ نعم. وليس حكي صالونات أو حكي بالتليفون، تقدم عرض تعمل له هي سيموليشن وتقول إنه هذا العرض نحن جاهزين لنحكي على أساسه، بأمن المطالب اللي أنتم عم تطالبوه. وهلأ بنحكي عن المطالب منا معقدة، هي حد أدنى الأجور وخطة وبنحكي عنها بالتفصيل. رح نحكي عنها بالتفصيل، بس بدنا ناخد رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر كمان، لأنه أنتم بنفس الخندق فينا نقول. مساء الخير. ما سمعناك بالاول، بس بتصور كنت عم تحكي عن نفس المعاناه حضرتك ومع العميد. عم بقول مساء الخير لحضرتك ولضيفك الكريم اللي معنا بنفس الخندق مثل ما تفضلتي. اهلا وسهلا فيك. هذه المعاناه اللي كنت عم تحكي عنها حضرتك واللي العميد بومعشر كان كمان عم يحكي عنها من شوي، لوين رح توصلوا فيها؟ يعني في ادارات أهم عامه، اهم معاناه عندنا، اهم معاناه والاساس لهذه المعاناه عندنا هي انه الدولة بعدها معتقدة لحد هلا انه عم نشحد منها. انه نحن لما بنطلب بنطلب شحادة، والله يخليك شحدينا. ما نسيت الدولة، انه نحن عم نطلب حقنا. نسيت الدولة انه عم نطلب حقنا، وانه هيدا اموال وحقوق مهدورة. نعم. ما بتسمعينا حضرتك؟ عم بسمعك، تفضلي تفضلي. ايه، نسيت الدولة انه هيدي حقوق لنا عم نطالب فيها، وهيدي حقوق اقتصت منا وهي موجودة بمكان ما. رفضوا أنه يستعيدوا الأموال المهربة، رفضوا يستعيدوا الأموال المهربة للخارج، رفضوا أنه يأخذوا الأملاك المهربة والمنهوبة، رفضوا كل حال من هذا النوع، وحاولوا أنه يأخذوا منا نحن الشحادة اللي بدنا شحدونا إياها عبر الغرامات والرسوم والزيت وكل الأشياء اللي فرضوها علينا بالموازنات المتلاحة. هلا نحن اليوم انا بدي احكي عن اليوم. يعني انتم كموظفي اداره عامه، في قسم منكم ما عم يروح على شغله، معتكف او مضرب، ما بعرف شو التعبير اللي حضرتك بدك تستعمليه، بالوقت اللي في كمان المواطنين بيقولوا وكمان حقهم المواطنين انه نحن عندنا كمان معاملات ما عم نقدر نعملها لانه في هذا الاضراب من بعض موظفي الادارات العامه. اليوم هذا الواقع كيف بده ينحل برايكم انتم؟ هيدا موضوع تجاوزناه، قضية انه عم نأخر المعاملات للمواطن
لنا 5 سنين والمواطن عم المواطن يتفرج علينا كيف ولادنا عم بيجوعوا، كيف عم بيمرضوا، كيف الدولة أخذ حقوقنا ونحن وحدنا عم نحارب بسماننا من جاي رجعونا شوية من هالحق خلونا نعيش. لا اليوم نحن تغيرت لهجتنا، اليوم عم نقول إنه نحن لنا 5 سنين من نادل، فإذا بدكم ترجعوا الحق قايلينكم بالتقسيط، بالتقسيط رغم إنكم فيكم ترجعوا كل شيء سوا. عم نقول بالتقسيط معناها إنه عم نعملكم تسهيلة. العميد أبو ماشر عم بيقول 40% ونسي يقول شغلة ومتفقين عليها نحن وياه إنه 40% صح قسط أول كفي، بس ليه ما انتفي فقط لأصحاب الرواتب الكبيرة؟ في عنا صغار الموظفين 40% منهم، 40% من رواتبهم ما بتجي من 240 30 دولار إذا بدك تشيلي منها الحصومات. هو عطى احتمال من هذه الاحتمالات يعني هذا المبلغ وهم فاتورة الكهرباء أو تليفون عم تطلع أكثر من هيك، أما ما بحق لهم بالكهرباء والتليفون. نحن اليوم أمام أزمة جديدة مع الدولة، هذه الدولة عم بتقول ما بدنا مش ما بنقدر، ما بدنا ندفع للموظفين، هون كلفة. نحن بنقول حاجة تعتبره بقى إنه كلفة الرواتب هي نفقة على الدولة زيادة على ميزانيتها وعم تخرب البلد. كلفة الرواتب هيدي كلفة إنتاجية للبلد، يعني الراتب اللي بتعطيه للموظف، الراتب اللي بتعطيه للموظف هيدا عم ينتج لك شوي وشويات، هيدا عم ينتج وردات البلد كلها. يعني بس البعض فيه بس مش هيدي حصل عم كملوها للموظف هي بس قاطعك بس تأسألك هيدا السؤال بس بدي قاطعك لأسألك هيدا السؤال يلي قسم كبير من العالم بيقولوه. عم تحكي حضرتك على الانتاجيه اللي في عدد اكيد كبير من موظفي الادارات العامه يقومون بعملهم على اكمل وجه، بس البعض الاخر بيقول انه في عدد من التنفيعات يلي كانت بالادارات العامه وهيدول كمان هن بشكله عبء على الموازنه، بشكله عبء على المواطن بطريقه غير مباشره، يلي لازم انه ما يكونوا عم ياخذوا من ضرب غيرهم. بيقولوا لك اكيد بتسمع هذا الحديث. طبعا احنا بدنا نقول شغله بالنسبه للتنفيعات. التنفيعات هي مشكلتنا الاساسيه. التنفيعات ما بتجي لموظفي القطاع العام، التنفيعات عم تجي للاسماء الوهميه والوظائف الوهميه اللي عم ياكلوا على ظهر القطاع العام. ولما بيقولوا 30,000 مليار بدنا نعطيهم للموظفين الماليه والرقابه ورئاسات الجمهوريه ومجلس الوزراء، هول 30,000 مليار بعتقد انه جزء كثير بسيط منه رايحين لهذه الاجهزه، والباقي وين؟ وكل مرسوم والثاني نحسب قديش بيطلع بنلاقي الباقي شوي وشوي. هيدا الهدف هو اللي عم هو التنفيعات بذاتها وهو اللي بينينا بذاته. نحن اليوم قدام موظف ماليه عم بيقول المعسكر، هيدا موظف الماليه مثلنا مثله، نحن عندنا حقوق نحن وياهم، نحن اضراباتنا واحتجاجاتنا مش بس منهم مش ضدهم. هن اذا اخذوا اذا اعطوهم هيدا الحق بالتساوي مع الموظفين الباقيين بيقدروا. نحن ضد هذا الهدف اللي صار على اسم الموظفين الماليه والاجهزه الثانيه. نحن ضد هذا التسيب وضد هذا التعود على كسر القوانين. يعني بعد شوي بفوتوا عن الموظف على ادارته بيشيلوه بيقولوا له انت كبينك برا، ما في قانون يحميك. نحن ضد التسيب بتطبيق القوانين، وهذا المرسوم اللي هن عم بيدافعوا عنه. بدي اتوجه لعدالة الرئيس اللي قال والله اذا في اضراب ما في رواتب، لمعالي وزير الماليه اللي عم بيقول والله هيك الموظفين مضربين وهيدا امر واقع. لا مش صحيح. اولا من اول من سيد وزير المي عمل مخالفات مفلسه هيدا جزء من القانون الاساسي اللي بناه على الماده 232 حتى على هذه الماده. يعني بالتعديلات ذكرها العميد ابو معشر صحيح، بالتطبيق يحمل اذا بدنا نحاسب، نحن بدنا نحاسب، يحمل وزير الماليه مسؤوليه شخصيه على اموال خاصه بالانفاق خارج القوانين المرعيه كلها، خارج قانون المحاسبه العموميه وخارج قانون الموظفين، ولا يستند هذا الانفاق على اي قانون او على ماده قانونيه وحده. نحن نحمل المسؤوليه وهو يتحمل المسؤوليه القانونيه وما يوصلنا لهون. سواء هو كعاقد نفقة أو المصفي أو الدافع وموظفين مالية أحبابنا وزملائنا يروقوا على وضعهم شوي أحلى ما يوصلوا حالهم لمحل من هالنوع.
نعم، بدي بدقيقة واحدة بس تقولي لي شو رح تعملوا بكرة؟ مثل ما عم نعمل كل يوم باقيين على نفس على نفس القرار اللي اخدينه. طبعا طبعا نحن ما في عنا قدامنا غير شيء، هذه الدولة هيدي سلطة. أنا بدي ما بقى يعني ما بقى تطلع معي كلمة دولة، لأنه ما في منطق دولي بكل ما يحصل. هيدي السلطة ما عم بتخلينا نحاول بالمنطق أو بالقانون أو بالحق. هذا اللي شايفتيه بعينك، بهددونا مرتج الرواتب، بهددونا انه بتاخذوا كم فتة خبزة، بتسدوا جوعكم فيها إذا ما أقول هالشيء. نعم، شكرا لك السيدة نوال نصر، على أمل أنه يكون في حلول للمشاكل يلي أنتم عم بتعنوها، العسكريين المتقاعدين عم بيعنوها، وكل موظفي القطاع العام، كل المواطنين اللبنانيين يلي واقعين بنفس الأزمة. يعني صحيح. حكيت حضرتك كمان عن الواقع الميداني بالجنوب، برات الجنوب، لأنه عم نشوف تطور ميداني متسارع. يمكن لازم نستفيد من خبرتك العسكرية بشق آخر بحلقة أخرى لنحكي عن هذا الموضوع. يعني كل هذه الأمور والضغوطات المعيشية اليومية والأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية، فينا نعدنا اليوم لبكرة، توجب حل ورؤية يلي أنتوا عم تقولوا مش شايفين أنها موجودة عند هذه السلطة أو هذه الحكومة الموجودة اليوم. أول شيء بوجه تحية لمدام نصر وقول لها يعطيك ألف عافية، وأنا شاهد على الجهد اللي بتبذله كرمال الموظفين والمتقاعدين كل العالم. وأشارت بمداخلتها أنه أنا عم بحكي عن 40%. أنا قلت هالعرض اللي تسرب فيما لو كان جدي قد يكون قابل أنه يكون نقطة لبدء التفاوض، بس ما حد أدنى للأجور كنت عم تقول اللي هو قبل 40%. بدنا نحكي عن الحد الأدنى للأجور، وهذه نحن معركتنا هي الأساس. هو الحلول، خبرنا عنه. هو الحلول، نحن أول شيء المشكلة انه في تمييز ما بين القطاعات. قلنا تعال نوقف كل العطاءات اللي هي خارج القانون، كل العطاءات اللي عم تميز ما بين قطاع واخر، وقفوا كل العطاءات. تعال نحتسب شو هي النسبة الزيادة اللي لازم تنعطى للموظفين بالقطاع العام والعسكريين والمتقاعدين بالمقارنة مع معيشتهم من 2019. شو هو هالنسبة هيدي؟ انما هيدي النسبة بدها تتلازم مع تحديد حد ادنى انساني للأجور. يعني شو قديش بده هالإنسان ليعيش وما يموت من الجوع؟ هذا الرقم نحن مستعدين نقبل فيه، بنحدد هذا الرقم، بنحدد شو هي الاعتمادات المتوفرة لباقي الموظفين، وساعتها هي هاي النسبة الباقية هي بتحدد قديه بده يطلع له كل موظف. وثلاثة، واللي هيدي الثالثة هي جزء من اثنين ومن الواحد، يعني ما فيك تعمل الواحد بدون ما تعمل اثنين وثلاثة، هي خطة للتصحيح التدريجي للأجور وفقا لنمو مداخيل الدولة. يعني إذا بنقول نحن أعطينا بدل إنتاجية وأعطينا زودة، أو يفترض تزيد الإنتاجية، بعد ثلاثة أشهر بنجي بنقعد قد إيه زادت المداخيل، ترجع بتتوزع بطريقة متساوية وعادلة. حتى قلنا إذا ما زادت المداخيل بتتوقف الزودة، يعني تكون متحركة صعودا ونزولا، لأنه نحن همنا نحافظ على الاستقرار النقدي وهمنا نحافظ على الدولة، ما نحن أبناء الدولة. النقطة الرابعة وهيدي بدي اتوجه فيها لكل الموظفين، بتمنى انه يلتقطوا هالمبادرة هيدي، هي وجوب ادماج جزء منها الزيادة باساس معاشاتهم. اليوم الموظف اليوم اللي عم يقبض مليونين ليرة اساس معاشه او معاشه مليونين ليرة، انما عم يقبض حوالي 18 و20 مليون، بيجي اليوم بيطلع على التقاعد بيحتسبوا له تعويض الراتب على اساس المليونين ليرة. عم نقول لهم يا عمي لحظة، يا عمي هذا الزلمة لازم تعويضه عم يطلع حوالي لنقول 50 مليون. عنا عسكريين متقاعدين اليوم تقاعدوا أول شيء لهلأ بعد ما قبضوا معاشيتهم بسبب تأخير بالمالية من 15-7، بعدنا لهلأ ما قبضوا معاشيتهم، طلعوا على التقاعد تعويضهم لا يزيد عن 60 مليون، عم نحكي 700 دولار، تعب 40 سنة عم يطلع له 700 دولار. الأدهى من ذلك بيبعتوا وراء على البنك بيقولوا له تعا اجى تعويضك 70 مليون، هيدي بطاقة ائتمان بدك تروح تصرف من هالبطاقة، هذا تعويضك اللي انت حق مستحق بدك تروح تصرفه بالبطاقة ائتمان. المعاشات فقدت قيمتها، وفوق ما انه المعاشات فقدت قيمتها الدولار فقد قيمته. يعني اليوم بسبب الرسوم اللي حطوها هيدي، اليوم ال100 دولار كانت تشتري لك لنقول كذا
السلعة ما بقى تشتري لك كذا سلعة، وهودي المعاشات التعويضات التقاعدية نفس الشيء اللي أخذ 70 اللي أخذ 70 مليون لا يجوز إنه أنت ما تعيد احتساب لهالتعويضات، ولا إنه بهالآخر أربع سنوات إنه تعمل إعادة احتساب لهالتعويضات بشكل إنه ترجع تعطيها قيمتها. ولهيك هيدا المطلب هو مطلب للموظفين اللي هن بالقطاع اليوم واللي هن بكرة بدهم يطلعوا التقاعد، وعم نقول لهم ما تسمحوا لهم يغروكم بمكتسبات آنية، لأنه أنتوا رح تكونوا النسخة الحزينة عنا بالمستقبل. هذا رح يصير فيكم مثل ما صاير فينا اليوم، رح يصير فيكم أنتوا غدا. لذلك ما تقبلوا أنه لا يستخدموا معكم سياسة الترهيب والترغيب، لا سياسة فرض القصد، ولا أنه تقبل نقبل نحن وياكم بالفتات أو حتى بالتمييز. بيجوا بيقولوا لنا أنه نحن والله نحن شاعرين معكم، ونحن أنه هذه المطالب محق، بس منين بدنا نجيب المصاري؟ بس منين بدنا نجيب مصاري وما في مصاري؟ هذا سؤال كبير للعالم كمان بتتخوف من هذا الموضوع. يا اخي ما فيك تخبر الخبريه وجه وقفه لنفس الشخص وتتوقع منه انه ما يستغرب. يعني راح ارجع انا لاقرار الموازنه، لما طلع دوله الرئيس عم يحكي عن الانجازات، ما حكى عن الانجازات، قال انا درنا معنا 100,000 مليار ومليار دولار، وفي وفر بالخزينة مليار دولار، عملوا إنجاز وبتجي بتقول له تعا عطينا حقونا، بقول لك ما في مصاري. مليار دولار هي تقريبا تلت الموازنة. لما نحن بنقول إنه خي حقنا ناخد الحق البسيط، إدي كلفته 30,000 مليار، ما هي متوفرة. إذا تحسب بس اللي تبقى من السلفة هاي 34,000 مليار، هودي بكفوا يعطوا العالم حقوق. نرجع لموضوع سقف الانفاق تبع مصرف المينيا. العالم حقوقه يعني العسكريين المتقاعدين، كل العالم والموظفين، كل العالم حق الموظف القطاع العام. ستنا حق الموظف بالقطاع العام انه ما يقل الحد الان تبعه على 450-500 دولار. في دراسه طلعت للاحصاء المركزي اللي هي الدوله مسؤوله عنه، بتقول انه الحد الادنى لازم ما يقل عن 450-500 دولار. ستنا السله الغذائيه حصرا قيمتها 300 دولار، اذا بس بده يشتري خبز وبيض اساسيات الحليب والخبز هو بكلفه 300 دولار. اساسيات صحيح، ما عم نحكي صحيح. عن التدفئه، في ناس عم بتموت من البرد، في ناس ما عم تقدر تشتري الدواء، في ناس مش عم تقدر تشتري الخبز. يا عمي نحن المعاناه تبع العسكريين والمتقاعدين مش بس بانه مش عم يقدر يشتري، مش عم يقدر يتطبب، حتى لو مع انه الطباب مأمن، الطباب العسكري حتى مع انه الطباب مأمن بيروح المستشفى بتقول له ما نحن ما مستقبلك، نحن فسخين العقد مع ايات الجيش بسبب انه الماليه ما دفعت الاعتمادات للمستشفيات. نرجع منحور ومندور على نحن كتر خير الله، نحن كعسكر بالجيش الطباب كتر خير الله مأمني او احسن مما يمكن ان تكون، بس بتروحي على الصيدليه العسكريه بتقولي يا اخي اعطينا هالدواء، بقول لك مش موجود، روح اشتري. تروح على تشتري حقه 4 5 مليون قد معاشه للعسكري. هي حتى اذا كان موجود، لانه كمان في 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 معاناة. يا عمي هودي وجدان الوطن، هودي 40 سنه دفع محصوميات تقاعديه، كل شهر كان يدفع محصوميات تقاعديه. لو كان في رجال دولي احسنوا استثمار هالمحصوميات التقاعديه ما كنا نحن هلا هون. مش بس هيك، لو في نحن بنقول نحن المحاسبة والأداء مش موجودة، لو في نواب بتمارس وظيفتها كما يجب بالتشريع والمراقبة والمحاسبة والمساءلة وصولا إلى المحاكمة كنا نحن بألف خير. إنما للأسف كل الدولة مفاخرة، كل الدولة ما بعرف كيف بدهم يكفوا. يعني نحن قضينا ودفعنا ثمن 40 سنة و 30 سنة دفاعا عن وطن، مش هذا هو الوطن اللي نحن كنا بنحلم فيه، مش هذا هو أداء السلطة اللي هو بيوازي حجم التضحيات. عائلات الشهداء، عائلة الشهيد تقبض 120 دولار، كل عمر عائلة الشهيد معزز مكرمة بالطبابة والمدارس وال بيقبض 120 دولار. يعني في عائلة شهيد بذات وعائلة شهيد بسمنك، مش معقول. ما بدنا نحكي أكثر من يعني هيك. هذا اللي عم تحسوه بال عم تستعملوا انه استنسبية وغبن بالتعاطي ولا عدالة بالتوزيع وما في مساواة، وعم بيكون في افضلية. ستنا كنا فوق لما فتنا، لما اتطوعنا بالحربية يا لطيف كان العسكري والضابط يمشي وشايف حاله العسكري وكل العالم كتر خير الله. بس ما مرق علينا ايام مثل هيدي، ايام محل، ايام تعتير، ايام معاناة. ما هذا اللي عم نقوله، انه هيدا الايام البشعة هي مرقة على كل المواطنين إلا المحظيين ببعض المنفعة. القطاع الخاص رجلج، القطاع الخاص رجلج، سلسل أموره.
وهلا عم بيحاولوا يسيسروا امور القطاع العام، صحتين على قلبهم، بس انه هذا كله سوا بده يصير على حساب العسكري المتقاعد، لا ما رح نقبل. وبسالونا انه شو ممكن تعملوا، يا اخي ما تسالني انا شو ممكن تعمل، خبرني انت شو بدك تعمل، انت شو الحل اليوم على الطاوله؟ رح تخبرنا شو ممكن انتم ترجعوا تعملوا زياده. اخر فاصل وبيرجع معنا اخر ربع ساعه تحكينا فيها شو بدكم تعملوا. اذا هلا تلقيتوا اتصال من رئيس حكومه تصريف الاعمال قالكم تعالوا قولوا لي 1 2 3 انتم متفقين بين بعض شو اللي بدكم، هو رح جاوبنا على هالاسئله بعد الفاصل الاعلان الثاني. المحور الثالث والاخير من نبض بيروت، كنا عم نحكي شو ناطرين بكره. سالنا سيد نصر قال هن باقيين على قرارهم وحملوا مسؤولية، يعني تحديدا هي حملت مسؤولية لوزير المالية بهذا الموضوع. بكرة شو رح تعملوا كعسكريين متقاعدين إذا تمت الدعوة للجلسة أو لم تتم حتى الساعة؟ شو الخطوة الثانية إذا ما في طرح جدي يتناسب مع الحل اللي احنا حطيناه واضح لا لبس فيه؟ نحن متجهين الى كمان لا نفس التصرفات رح توصلك نفس النتائج، ونحن باقيين على موقفنا انه نحن سنحاول منع انعقاد الجلسه اذا الجلسه لا تهدف الى حل حاله الموضوع. ونحن عم نقول اليوم بايجابيه اذا اليوم اللجنه الوزاريه جاهزه لبدء عمليه الحوار حول الحلول اللي نحن حاطينها، نحن كمان جاهزين. بس انما الكره مش بملعب العسكريين المتقاعدين، الكره بملعب الرئيس الحكومي واللجنه الوزاريه. عم لك اخر مره طلع وقال انه نحن عم بهددنا بانه رح توقف الرواتب، اذا هذا هو الرؤيه الوحيده اللي عنده اياها دولة الرئيس معناتها نحن رايحين على الأسوأ بدون ما تسالي العسكريين المتقاعدين. هيدي واحد. اثنين، الأسوأ شو عميد؟ يعني ستنا ميتين مجنون، ميتين وميتين. يعني الأسوأ انه يصير في ستنا ميتين وميتين اذا اليوم اكثر عصيان مدني، البعض راح لهذا الموضوع. ستنا اليوم الموظفين والعسكريين والمتقاعدين متضامنين كلهم سوا، كلهم على فرد موقف بدهم حقهم وطلعوا كلهم من موضوع انه هيدا بوجه هيدا. اليوم عم تحكي انت عن ما يقارب 700,000 ل 800,000 مواطن لبناني مغبونين من هالسياسي. ها شو بتطلبي منهم يعملوا؟ شو بده بس توقفي معاشات عن القطاع العام؟ شو بده يصير؟ رايحين على ثورة جياع. هل هو جاهز دولة الرئيس انه يقدر يحتوي هالوضع هيدا بظل التهديدات الأمنية؟ يفترض نكون في مقاربة سريعة وعاجلة، ونحن من اليوم نعلن انه العسكريين المتقاعدين جاهزين للتفاوض على قواعد علمية وحاطين حلول لا اي احتمالية بدها تطرحها الحكومة. ونحن اليوم طرحنا مقاربة وهذه بتمنى انه يتلقفوها اللجنة الوزارية، هي ترتكز على قاعدة انه خي ما فينا نحن نتخطى سقف الانفاق أكيد بالنسبة لمصرف لبنان. طيب جينا حكينا مع مصرف لبنان وقلنا له يا أخي طب اللي بتطبقوه على العسكر المتقاعد بالتجزئة أو التأجيل والول طبقوه على كل العالم بيكون في عدالة. حضرتك بتعرف أنه نحن كعسكريين متقاعدين تعويضات التقاعدية أو المساعدات المدرسية بتجي على حساباتنا، بقول للبنك في بطاقة ائتمان روحوا اشتروا فيها لأنه نحن كمصرف لبنان مش جاهزين نغطيها بالليرة اللبنانية. جينا قال لي طالما هيدا عم تطبقوه على العسكر المتقاعد طبقوه على كل الموظفين. قولوا نحن اليوم سقف الانفاق هو 2800، خلينا نعتبر انه سقف الانفاق هو 3000 مليار. اذا اليوم بتقرر الحكومة تعطي نص ال 3000 مليار نقدي ونصها بالبطاقة لكل العالم هالزودة الجديدة، بيكون نحن قدرنا رفعنا سقف الانفاق، لا بل سمحنا لمصرف لبنان ما يضخ الا 1500 مليار بالسوق. وبالتالي هيدا حل اذا بتعتمد عليه الحكومه بيكون نحن سحبنا منهم موضوع سقف الانفاق، سحبنا منهم موضوع الاعتمادات، ونحن قدرنا رفعنا النسب اللي هي عم تقول مش قادره تعطيها لانه ما في اموال. وهذا اللي نحن عم نحكي عنه هو حصرا على الزياده مش على المعاشات القديمه، المعاشات القديمه مثل ما هي بتضل مكفيه. يعني اليوم تيجي بتقولي له انه انا للعسكري المتقاعد تاخذ رح اعطيك زودي 400 دولار. بتاخد 200 دولار نقدي و200 دولار بالكريدت كارد، هذا العسكري اللي عم بيموت من الجوع، بقول لك كتر خير الله. هيدا مقاربه نحن عم نقول انه خليها تتلقفها الحكومه، ووصلت للمعنيين، وصلت للمصرف لبنان، وصلت لاشخاص معنيين بوضع السيميوليشن لكيفيه التكلفه. ممكن يكون في هناك اتصال من
يعني بتتوقعوا إذا عم تقولوا وصلتوا هذه الرسالة، وصلتوا هذه الدراسة، هذا المطلب، بتتوقعوا يكون في تجاوب وتواصل معكم؟ كل هالأمور ما عم تصير بشكل رسمي، لذلك على الحكومة اليوم تبادر إلى التواصل مع لجنة التواصل اللي هي مكلفة من قبل تجمع العسكريين المتقاعدين، وتدعيها للحوار معها وفقا ل مقاربة جديدة. يعني اليوم علي الحكومة تغير مقاربتها لموضوع الحرب. إذا بتضل كفاية إنه هودي ليل طبعا موظفين الإدارة بقدر أعطيهم شو ما بدهم، وهودي كتار بعطيهم الفتات ما بتقطع، أو إنه هودي بدي أعطيهم بدل إنتاجية وهودي ما بيطلع لهم بدل إنتاجية كمان ما بتقطع. لأنه بيعتبروا برأيك إنه عددكم كعسكريين متقاعدين أكبر بكتير من العدد الموظفين، المقاربة وإنه أنتوا مش عم تنجوا هلا، ما عم بتدخلوا للدولة. المقاربة العددية ملتبسة. يعني اليوم نحن ما فيك تحملني أنا العسكري المتقاعد إنه والله الأعداد الكبيرة بالعسكريين هي أنا بدي أتحمل مسؤوليتها. اليوم عم ينحكى إنه في تفاوض لتعزيز دور الجيش وتمكينه من إنه وتنشيء زيادة عديده، كل عم يحكي فيه. طب حدا سأل إنه اليوم إذا اليوم أنت أقررت زيادة العدد بكرة فيك تدفع لهم معاشات؟ إذا اليوم عم بيقدموا هالمؤسسات الدولية عم بيقدموا هبات وعم بيقدموا طب بعد 5 سنين رح ضل في حدا يأمن تعويضات؟ بعد 20 سنة هول اللي فاتوا اليوم بعد 20 سنة بيقول لك إنه أنت ما بيطلع لك معاش لأنه ما توخذني أنا، ما كان عندي رؤية وما كان عندي، كان عندي عقم استراتيجي بالتحليل وبالتخطيط. ما خلص، بدنا 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 رجال دولة تفكر بحلول. في حلول، مش عم أقول ما في حلول، لما بنقعد كلنا سوا وبنتوافق على الخطة. اما تجي تعطيني هيك حل من خارج السياق، لا هو مرسوم بالتدرج الزمني ولا هو مرسوم بالتدرج القيمي، انه انا ببلش معك هالقد بس على شرط انه اخر السنه اوصل معك على 100% من المعاشات. طب كله هذا مش موجود، بنزيد لهم معاش بنخفض لهم معاش. يا اخي مش موضوع عدد معاشات، خطه متكامله. خلي تفضل الحكومه تدعي. يمكن ما يلحق رئيس مئات لانه انحكى عن قيل عن اعتكاف، وطلعتوا بيان بهذا الموضوع انه رح مين قالكم عن هالخبريه؟ يعني انه معقول رئيس مئات يعتكف لانه وصل الى حائط مسدود مع العسكريين المتقاعدين، وطلعتوا بيان بهذا الشان. ستنا نحن نخشى انه يكون الرئيس مئات عم بيحاول يحول موضوع حقوق العسكريين المتقاعدين لمحاوله لاعاده انتاج تعويم سياسي لشخصه الكريم، ونحن بنقدر له كل تقدير واحترام. بس انه اليوم لما هو بده يعتكف بده تروح كل القوى السياسيه لعنده تقول له يا دولة الرئيس رجع ونحن بدنا اياك تكون موجود يعني بظل العقم بانتاج تحديث النظام، ما نحن عالقين بالفراغ. لا فيك تألفي حكومه ولا فيك تنتخبي رئيس ولا فيك تعملي اعاده تكوين للسلطه وماشي الحال وكل العالم مش عارف كيف بدنا نكفي. يا عمي نحن عايشين لحظات تاريخيه مصيريه، بدنا حلول. نحن عم نقول بدنا حلول، نحن ما ممكن نكفي، نحن مسؤولين عن العالم اللي حطت ثقتها فينا وقلتنا يا عمي اتكلوا على الله. ونحن بنقول لدوله الرئيس وكل القوى السياسيه الموضوع منه حصرا عند الرئيس مئاتي، نحن من خلال رئيس مئاتي بنوجه الرسالة لكل القوى السياسية اللي داعم الرئيس مئاتي، بنقول لهم إذا بدكم تكفوا هيك الأمن الاجتماعي بظل التهديد الأمني لا يجوز التفريط به، وخاصة للعسكر وخاصة العسكر المتقاعد. البلد ما بيحمل خضات، البلد ما بيحمل هزات، لوين بدكم تاخدونا؟ إذا فعلا ما عارفين أنه وقف المعاشات عن الموظفين سيؤدي إلى كارثة وسيؤدي إلى انهيار البنيان على رأس الجميع، على رأس السلطة والمنظومة قبل العالم المعطرة. ما المعطر معطر، شو بدها تأثر عليه؟ لذلك بنناشد كل الخيرين، كل اللي هن عندهم رؤية وعندهم نية حسنة لحل هالموضوع. هذا الحل بسيط، ببلش بالحد الأدنى للأجور، حد الإنساني، الباقي يوزع على كل الموظفين بالتساوي بدون ما تزيدي بدون ما تنقصي لحدا، وخطة مرحلية للتصحيح. هلأ نحن بنرجع بنقول وهيدي حكيت عنا مدام نصر الرسوم، يعني موازنة 2024 إذا بتروحي على موازنة 2022 كانت الرسوم على التيفي والخدمات كانت 8000 مليار على موازنة قيمتها 40000 مليار. اليوم بهالموازنة هيدي قيمة الرسوم على التيفي
140 ألف مليار على موازنة قيمتها 300 ألف مليار. بتضيف على 140 ألف مليار 30 ألف يلي هني تبع الرسوم الجمارك، عم تحكي 170 ألف مليار رسوم عم بدفعها أنا وياك وكل موظف وكل متقاعد. صحيح. شو عطيته بالمقابل؟ ماشي. الكهرباء، الماي، التليفون، كل شيء على 89 ألف. تجي بتقول له هذا أنا ما بقدر أعطيك لأنه ما معي. لك يا أخي ما صارت الجباية صارت عم يعمل وفر. بس هون العالم عميد، إذا بتسمح لي، الناس اللي هلأ عم تسمعنا يلي هي منا من موظفي القطاع العام ولا متقاعدي القطاع العام ولا عسكري بالخدمة الفعلية ولا متقاعد، في عندهم خشية وخوف إنه هالأموال اللي أنتوا حقكم عم تطالبوا فيها يروحوا كمان من يكونوا هن بطريقة غير مباشرة رح يدفعوها، لأنه كمان هن عايشين بغبن بظل كل شيء صار من الأزمة، مصرياتهم وجنى عمرهم هيك. ف كيف كمان بتكون تقولوا لهم انه تقنعون انه لا نحن عم نطالب بحقنا بس مش رح ناخده منك ومنك؟ صحيح، نحن ما بتقوم الدوله الا على الجبايه والغرامات والرسوم، ما عندها مدخول غير هالموهد عم ينفرض على كل المواطنين، واللي عم يتحمل بالدرجه الاولى هو القطاع الخاص. ونحن بنوجه من خلال رساله للقطاع الخاص بقول لهم يا عمي نحن حريصين على المالية العامة وعلى انتظام سعر الصرف مثلنا مثلكم، وحتى حريصين على الأمن الاجتماعي، تعالوا نتعاون نحن وياكم مشان انتاج حل ضمن هالسقف هيدا. نحن وياكم مسؤولين عن أداء السلطة، أداء السلطة ملتبس، هاي المنظومة أداء ملتبس. نحن ما بدنا نحكي بالسياسي بس بقى فينا نتحمل أداء ملتبس عم بيولد أزمات، ما عم بيروح على خط التعافي. كل ما زاد حجم الاقتصاد وحركة الاقتصاد، وعم نقول لهم يا عمي تعوا هيدي الزيادة اللي كنت تعطوها، عم نحكي إذا عطيناها لنقول 2000 مليار نقدي و2000 مليار كريدت كارد، ما هي بحد ذاتها بتحرك القطاع الخاص. نحن شو صاير عنا؟ بالنظرية الاقتصادية في انكماش، ما حدا عم يصرف، في ناس ما معها تصرف وفي ناس خايفين تصرف. لما بتصرفي وبتعطي يعني يفترض، عم نحكي بالنظريات الاقتصاديه، انه انت لما بتضخي مصاري بالسوق بتحرك الاقتصاد والدوله بترجع تسترد هالاموال من خلال التفئه ومليون طريقه، ما تعتلي هم الدوله بترجع بتسردهم كلهم سوا، بس هيدي بتكون حركه الاقتصاد. ما هو القطاع الخاص بده يقوم على قدرة المستهلك على الشراء وعلى الصرف. ما كله عم يمشي نحن بعضه يرجع. طبعا هاي إذا عم تفكري بتفكير اقتصادي بتعرف أنه إيه لك مصلحة تعطي هالموظفين زيادات وتقولي للقطاع الخاص هيدي رح تنضخ. لما أنا بقول أنا 2000 مليار رح حطهم بالبطاقة الائتمان وما فيك تصرفها إلا من خلال وين؟ المؤسسات، السوبر ماركت والبنزين هون وهون وهون. يعني أنا عم بجبر الموظف يروح يستهلك 2000 مليار مع المؤسسات. تكون دعمت الاقتصاد، تكون فكرت بقول لك يا خيي صحيح هيدا حل مقبول، بس للأسف ما حدا عم بفكر أبعد من أنه ليه ما حدا عم بفكر بعد ما دقيقتين؟ ليه برأيك أنت عم تقدم حلول؟ البعض بيقول أنه إيه ممكن الاستفادة منها مش بكل نقاطها، فينا ناخد شوي من هون شوي من هون، حدا تاني عنده فكرة تانية ويركب هذا الحل يلي بيرضي الجميع إن شاء الله. بس ليه برأيك هذه السلطة يلي قلت عنها أنه هناك ستنا عقل؟ شو بيشكل؟ ليه ما عم تعمل هيك؟ شو بيشكل حل موضوع تصحيح الرواتب والأجور بالمقارنة مع حل انتخاب رئيس جمهورية وإعادة تكوين السلطة وانتظام البلد وقيم دولة القانون والمؤسسات؟ شو بيشكل هيدا من هيدا؟ ما هو هن زيتهم اليوم كل المنظومة عم تلعب بسياسة ترقص على حافة الهاوية وللأسف. وعم نقول نحن اليوم إذا اليوم الحل بكلف 30 ألف مليار بكرة يمكن ما حدا يقدر يتحمل تكلفة الانهيار الشامل أو تدهور الأوضاع الاقتصادية. ونحن مننبه بنقول للقوى السياسية ما تلعبوا بالنار، أنتم مسؤولين عن إنتاج حل ولو أنتم لستم بالواجهة. يعني اليوم في بالواجهة دولة الرئيس واللي بنرجع بنوجه له تحية ومن ناشده أنه يبادر إلى الحل، بس اللي خلف الرئيس مئاتي هن مسؤولين اليوم إلى الدفع باتجاه حل مقبول عقلاني موضوعي ضمن سقف الاعتمادات ضمن الموازنة، وبشكل أنه نفس هالاحتقان نسحب هالفتيل التفجير من الشارع، لأنه نحن رايحين إلى الأسوأ، لأنه لم نعد نملك أي خيار سوى المواجهة. نحن بحالة صراع البقاء. شو ممكن تطلبي من واحد عم بيموت من الجوع وتقولي له طول بالك؟ ما في طول باله ولا حدا رح يطول باله.
أنا بدي أشكرك العميد المتقاعد أندريه أبو معشر، إن شاء الله الحلقة الجاية تكون حلت الأمور. إن شاء الله. متفائل أو لا؟ طبعاً طبعاً، ما في يعني الـ كل العالم مأزومة، يعني ما فينا نكفي على قاعدة إنه احتمال إنه تتوقف الرواتب والأجور، ما حدا بيحملها، حتى الرئيس مئاتي ما بيحملها. إن شاء الله ما نوصل لهالنقطة ولا تنفيذ التهديد إذا فينا نقول. شكراً لك، شكراً كمان لسيدة نوال نصر، على أمل تنحل بالقدر الممكن ليكون في تساوي لكل الموظفين وما يكون كمان في غبن للمواطن يلي ما خصه بكل هذه القطاعات. نلتقى بحلقة جديدة من نبض بيروت، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.